5000 مدرسة خرجت عن الخدمة في سوريا من أصل نحو 22000 خلال السنوات الست الماضية. بعض المدارس تعرضت للدمار وأخرى أصبحت مراكز إيواء أو ثكنات عسكرية. قد يختلف عدد المدارس من منطقة إلى أخرى في سوريا، إلا أن المشترك في جميعها هو تراجع الواقع التعليمي. في مناطق النظام تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم من قرابة 800 مليون دولار سنة 2010 إلى 80 مليون دولار في 2016، أي ما يشكل 10% فقط مما كان عليه. أما في بقية المناطق فقد تعرضت كثير من المدارس إلى القصف، فضلاً عن قلة التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية. بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، فإن ما يقرب من 3 ملايين طفل سوري لا يذهبون إلى المدارس، ونصف الأطفال لا يتلقون أي تعليم في مخيمات اللجوء في دول الجوار، وهو ما يجعل لملف التعليم أولوية في الحالة السورية. نافذة الأمل تبدو في النجاحات التي حققها كثير من الطلاب السوريين في بلاد اللجوء، بعد أن نالوا مراتب متقدمة في المدارس والجامعات الألمانية والفرنسية والتركية والأمريكية وغيرها من الدول. لكن تغيير الواقع التعليمي يتخطى مسألة النجاحات الفردية، ويتطلب وجود مؤسسات تعليمية فاعلة داخل سوريا.